نيجي نتكلم عن الموضوع اللي بعده اللي هو Securing الوايرلس بلان. هو بيقول لي ان كل الشبكات اللي موجودة عندي بتكون معرضة لانواع مختلفة من الاتاك وطرق الاختراق، وخصوصا الشبكات اللاسلكية اللي هي الوايرلس. يبقى اذا all computer network are vulnerable، معناها معرضة او لها نقاط ضعف لإساءة الاستخدام او الهجوم اللي هو malicious attack، هجوم خبيث ده. طيب هي ايه هي انواع الثريتس، انواع التهديدات اللي بتتعرض لها الهاردوير او السوفتوير والداتا اللي موجود عندي؟ ده سؤال مقالي. يبقى اذا هنا بيقول لي ديسكاس الثريتس اللي هي المخاطر اللي بيتعرض لها الهاردوير والسوفتوير والداتا. هنيجي نتكلم كده الهاردوير. الهاردوير ممكن يتسرق، ممكن يحصل له دامجينج يتعطل، ممكن يتعدل تمبرد معناها تشينجد يتعطل يتغير او يتبدل، بحيث ان انا امنع الخدمه اللي هو بيأديها. يعني مثلا انا ممكن استبدل او اروح اقطع الكابلات اللي موجوده في شبكات الاي تي ام مثلا، او اجهزه الكمبيوتر اقطع الكابلات، او في حاله الواي فاي ممكن اشغل المايكرويف فالمايكرويف يشوشر على الشبكه اللاسلكيه. طيب النقطه الثانيه اللي هو السوفت وير. السوفت وير ممكن يتلغى، ممكن يتم التعديل فيه بحيث ان هو ما ينفذش الهدف منه. طبعا ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق فيروسات مثلا، او بيتم عن طريق حاجه اسمها اللوب هولز اللي هي الثغرات اللي بتكون موجوده في البرامج. طبعا حضراتكم مثلا عارفين ان بيبقى فيه ثغرات في الويندوز او ثغرات في برامج فوتوشوب، او الداتا اللي موجوده عندي ممكن يحصل لها ديليشن، ممكن تتلغي، ممكن حد يسرق البيانات الخاصه بمكان معين، او ممكن يكشفها ويعرضها للبيع مثلا. يعني ممكن حضراتكم تكونوا بتسمعوا ان في منتديات او في مواقع معينه بتستولي على الحسابات الخاصه بمستخدمين مثلا موقع زي الفيسبوك او تويتر وتبيعها لعملاء ليهم. سؤال تاني بيقول لي discuss the measures taken to protect a network، ايه مجموعه الطرق اللي انت بتستخدمها عشان تحمي النتورك؟ ده سؤال مقالي مهم جدا. هو بيقول لي ان في مجموعه من الفيزيكال ميجرز الطرق الفيزيائيه، وفي اجزاء خاصه بالسوفت وير او اجزاء اداريه او فنيه مثلا، وفي حاجات تكنيكال. هنيجي نتكلم عن الفيزيكال ميجرز. الفيزيكال ميجرز يبقى احنا هنعمل ليبلنج، هنسمي مكونات الشبكه اللي موجوده عندي، وهنمنع الدخول ليها الا للاشخاص اللي ليهم صلاحيه للدخول عليها مثلا. يبقى هنا بيقول لي احنا بنعمل عمليه ريستريكتد اكسس، يبقى وصول مقيد او محدود للمباني او الغرف اللي موجود فيها السيرفرات واجهزه الكمبيوتر الخاصه بيا. النقطه الثانيه اللي هي سوفت وير سيكيورتي، يبقى احنا هنستخدم انتي فايروس عشان يكتشف الفيروسات اللي موجوده عندي او التروجنز او الوار، وكمان هنعمل عمليه ابديتنج للسوفت وير اللي موجود عندي، ونحاول نكتشف الثغرات اللي موجوده في البرامج ونعمل لها باتشنج. باتش يعني رقعه، او مقصود بيها ان انا بقفل الثغرات اللي موجود في البرامج بتاعتي. كمان بنعمل لها ابديت عشان نقفل او نصلح الفلوز اللي هي الثغرات زي ما قلت لحضراتكم. بروسيدجرال ميجرز مقصود بيها ان انا بحط قواعد معينه لاداره وحمايه النظام، وان انا اتاكد من ان الابلكيشنز اللي موجود عندي بتشتغل بترتيب محدد. مثلا عمليه النسخ الاحتياطي او الباك اب اللي موجود عندي لازم تتم في اوقات معينه وباستخدام اجهزه معينه. اخر نقطه اللي هي تكنيكال ميجرز، اللي هي ان انا استخدم مجموعه من الطرق عشان احمي البيانات اللي موجوده عندي، زي مثلا موضوع الاوثنتيكيشن ان هو نتحقق من هويه الشخص اللي انا بكلمه عن طريق اليوزر نيم او الباسورد، او مثلا باستخدام الانكريبشن او الديكريبشن الى غير ذلك. في مصطلح بيسموه authentication. الauthentication مقصود بيه ان انا اتحقق من ان المستخدم اللي موجود عندي ليه الصلاحيه او الحق ان هو يستخدم احد اجزاء النظام ده. على سبيل المثال انا بحاول ادخل على الايميل فبيطلب مني اليوزر نيم والباسورد. طيب نفترض ان انا كنت ناسي الباسورد، هيسالني اللي هو السؤال السري. لو انا جاوبت السؤال السري دوت يبقى اتاكد فعلا ان انا صاحب الاكونت ده. هنا بيقول لي ان الاوثنتيكيشن ممكن يتم تنفيذه باستخدام باسورد او توكن او فينجر برينت. كلمه توكن دي عباره عن جهاز زي الفلاش ميموري بيكون موجود عليه سوفت وير معين. الجهاز ده انا بركبه في الكمبيوتر، ومثلا لو انا بعمل عمليات عن طريق البنك فالمفروض انه السيستم الخاص بالبنك يشيك على التوكن ده موجود ولا لا. لو لقاه موجود يبقى انا صاحب التوكن ده، ما لقاهوش موجود يبقى بيمنع الترانزاكشن اللي بتتم. طيب هو بيقول لي هنا في حاجه اسمها سيمتريك اسيمتريك بروسيجر. طبعا انا عندي مصطلح اسمه انكريبشن ومصطلح اسمه ديكريبشن. انكريبشن يعني تشفير البيانات.
احنا بنشفر البيانات عشان نمنع او نحد الوصول ليها، يعني مش كل الناس تقدر توصل للمعلومات دي. ليه؟ لانها متشفره. يبقى كلمه encryption معناها ان انا بعمل عمليه hiding the meaning of the data، بخفي المعنى بتاع الرساله نفسه. decryption ان انا بفك الرساله او بحولها من رساله غير مفهومه الى رساله مفهومه. طبعا عندي مصطلحين، عندي حاجه اسمها plain text اللي هو النص المفهوم، وعندي حاجه اسمها cipher text. النص المفهوم اللي هو plain، والنص المشفر اللي هو cipher text. يبقى الانكريبشن ان انا بحول او بعمل عمليه scrambling. scrambling يعني بعثره، ان انا اخلي الكلام المفهوم كلام غير مفهوم using a cryptographic algorithm. طيب سؤال هنا بيقول لي، هو ليه الوايرلس نتورك بتكون معرضه اكتر من الوايرد نتورك للاختراق الكلام دوت؟ ليه؟ لانه الشبكات الوايرلس اي مستخدم في مجال الوايرلس لان ممكن يدخل عليها، بخلاف الشبكه العاديه. الشبكه العاديه عشان اخترق الشبكه ديت لازم ادخل عليها، اركب الكابل مثلا جوه جاك من الجاكات اللي موجوده في الجدران عشان ادخل على الشبكه. وكمان لان الوايرلس عموما ما بيكونش ليها حدود فيزيائيه معروفه، اي واحد واقف بره في الشارع ممكن يدخل على الشبكه اللاسلكيه اللي موجوده عندي في بيتي. يبقى اذا ذا مين ريزون، الهدف الاساسي او السبب الاساسي، هو النيتشر او هو طبيعه الترانسميشن تشانل اللي هي بيتم استخدامها في الوايرلس. في حاله الوايرد لان المفروض ان الوصول للشبكه ده ريستريكتد، مقيد بان انا اليوزر يدخل على بورت او طبعا انا بيكون عندي سويتش، والمفروض ان اليوزر عشان يدخل على الشبكه لازم ياخد اللابتوب بتاعه او الكمبيوتر بتاعه ويدخل السيركت جوه السويتش. انما في حاله الوايرلس لا، ما بيكونش في حدود او باوندري، حدود محدده للشبكه اللي موجوده عندي، اي حد في الرينج الخاصه بالشبكه ممكن ياكسسها. طيب هو بيقول لي هنا انه الراديو ترانسميشنز اللي مستخدمه في الوايرلس لوكال اريا نتورك بيكون ضعيفه جدا في الباور بتاعتها، وبالتالي بيسهل اي حد ان هو يعمل لها هاكينج وغيره. اشهر بروتوكول او البروتوكول الاول اللي تم استخدامه كمحاوله لتشفير الشبكات اللاسلكيه كانوا بيسموه ويب، ده هندرسه بالتفصيل كمان شويه، ده اسمه وايرد ايكوفالنت برايفسي. يبقى اذا الوايرد ايكوفالنت برايفسي كان هو اول بروتوكول تم ابتكاره لتوفير نوع من التشفير او السكيورتي للشبكات اللاسلكيه. طبعا الويب ده ضعيف جدا جدا، معرض للاختراق بادوات بسيطه جدا، ممكن تعمل له عمليه كراكنج في ما يزيدش عن 5 دقائق، محدش بيستخدمه دلوقتي. لو حضرتك لقيت اي شبكه من الشبكات اللاسلكيه اللي موجوده في المنطقه بتاعتك بتستخدم بروتوكول ويب، يبقى انت ممكن تعمل لها كراكنج بسهوله جدا وتدخل عليها وتعرف اليوزر نيم والباسورد بسهوله. سؤال بيقول لي، list the main concern that the wireless network face due to their inheritance، معناها موروثه. يبقى قول لي المخاوف او المشاكل اللي بتعانيها الشبكات اللاسلكيه واللي ناتجه من طبيعتها نفسها. يبقى إذن المشاكل اللي بتواجه الشبكات اللاسلكية زي إيه؟ الـ unauthorized use of bandwidth. unauthorized يعني غير مصرح به، يبقى إذن استخدام الغير مصرح به للـ bandwidth. eavesdropping معناها التلصص أو التجسس. threats اللي هي المخاطر أو اللي هي التهديدات اللي بتواجه الـ network availability، ممكن أوقف الـ network اللي موجود عندي كلها. هناخدهم واحدة واحدة. أول نقطة الـ unauthorized use أو اللي هو الوصول الغير مسموح به للباندويتس. الفكرة بتاعتها إن أنا مش حاطط باسورد على النتورك بتاعتي، فأي واحد ماشي في الشارع ممكن يدخل على الشبكة اللي موجود عندي ويستخدم النتورك دي عشان يشتكي من الناس مثلا، عشان يعمل هاكينج على أجهزة أشخاص تانية، عشان يعمل هاكينج على مواقع حكومية مثلا. وفي النهاية هو هيقلل الباندويتس الخاصة بيا، وممكن لو عمل كارثة أو مصيبة أو عمل اختراق لمواقع معينة، مين اللي هيلبس الموضوع؟ انا، لان انا سايب النتورك اللي موجود عندي مفتوح. طيب في مصطلح بيسموه وار درايفنج. الوار درايفنج فكرته ان انا بعمل عمليه فايندنج وكونكتنج تو ا وايرلس اكسس بوينت وذاوت ذا بيرميشن اوف ذا اونر، ان انا بدور على اي شبكه من الشبكات اللاسلكيه المفتوحه او حتى اللي ليها باسورد بس سهله ان انا اكسرها وبعرفها وبستخدم الشبكه دي. طب الناس بتستخدم الوار درايفنج ليه؟ والله عشان تتلصص على الرسائل اللي حضرتك بتبعتها. انا بعمل لك حاجه اسمها بروتوكول انالايزنج،
يعني بحاول افهم ايه الرسائل اللي انت بتبعتها. ممكن اسرق اليوزر نيم والباسورد بتوع البنك بتاعك، ممكن اعمل هاكينج من الشبكه بتاعتك لمواقع معينه. في النهايه زي ما قلت لحضراتكم، الاتهام هيوجه ليك انت مش ليا انا، لان انا غير موجود طبعا. بالاضافه انه هيقلل البيت ريت الخاص بالشبكه كلها، وممكن يزود الداتا تشارج او التكلفه اللي انا بدفعها. النقطه الثانيه اسمها ايفاس دروبينج. ايفاس دروبينج المقصود بيها التلصص او التنصت. الفكره ان انا بحاول القط الاتصالات اللي بتتم ما بين الاجهزه الكمبيوتر او الاجهزه عموما داخل الوايرلس لان وبراقبها. في مثلا برنامج اسمه واير شارك، البرنامج دوت بيراقب البروتوكولات اللي موجوده على النتورك عموما وبيديني معلومات تفصيليه عنها. طبعا انا ممكن القط مجموعه من البيانات المختلفه زي بيانات الكريدت كارد او البيانات الشخصيه. يبقى بيقول لي هنا ان الايفاس دروبينج تعريفه هو عن او الانترسبتنج او الريد اند ريدنج ذا انفورميشن باي سام ون هو از نوت ذا انتندد ريسيبتور. يبقى انا بحاول اعترض الرسائل المتبادله ما بين طرفين وافهم هو ايه اللي موجود فيها. طبعا ده بيؤدي لانتهاك الخصوصيه الخاصه باليوزرز دول. طبعا المعلومات دي زي ما قلت لحضراتكم ممكن تشمل الايميلات، سجلات البراوزنج اللي انت بتستخدمها، يعني انت دخلت على مواقع ايه، ممكن يكون اسرق بيانات الكريدت كارد اللي موجود عندك وغير ذلك. نيجي نتكلم على المخاوف او التهديدات اللي بتتعرض لها نتورك افيلابيليتي. في مصطلح مهم عندي اسمه denial of service. denial of service ده هو عباره عن نوع من الاتاك، ان انا اغرق الموقع او الشبكه اللي موجود عندي بسيل من الطلبات، بحيث ان السيرفر اللي موجود عندي ما يقدرش يجاوب على كل الطلبات ديت فالنتورك تقع. يبقى الهدف هنا ان انا بمنع اليوزر اللي ليه الصلاحيه ان هو يستخدم الحاجه ديت. يعني مثلا على سبيل المثال عندي مثلا موقع الركحي، نفترض ان انا زهقان من موقع الركحي، فاحنا 1000 واحد او 20000 واحد هيتفقوا ان هم يدخلوا على موقع بنك الركحي في نفس الوقت. طب ايه اللي يحصل؟ السيرفر مش هيقدر يتجاوب معانا، فالسيرفر هيقع. فلو ناس تانية عايزة تخش على الموقع ما تعرفش، يبقى احنا وقعنا الموقع كده. يبقى اذا الـ denial of service هو عبارة عن نوع من الاتاك اللي بيمنع الليجيتميت. ليجيتميت معناها الشرعي، المستخدمين العاديين من النتورك من ان هم ياكسسوا الخدمات او الخاصة بالنتورك ديت. الـ denial of service اتاك بيتم ازاي؟ بان انا اغرق النتورك اللي موجود عندي with fake messages، رسائل مزيفة، وبالتالي الجينوين وانز اللي هم المستخدمين الاصليين هيحصل لهم ديلايد، يعني هيتاخروا او ممكن ما يكونش السيرفيس متاحه لهم. الدينايل اوف سيرفيس اتاك بتديني ريدكشن اوف النتورك بيرفورمانس، بتقلل النتورك بيرفورمانس، تلاقي الدخول على الموقع بطيء جدا او الموقع ما بيفتحش. او شوف هنا بيقول لي اند سام تايم كومبليت نتورك فيلير. الدينايل اوف سيرفيس اتاك على الوايرلس لوكال اريا نتورك اسهل من الوايرد نتورك.